واقع جديد، ذلك الذي فرضه الانتصار السريع والحاسم الذي حققه الجيش الوطني من قوات النخبة الحضرمية ضد عناصر تنظيم القائد كلا وبقية مدن الساحل الحضرمي. وبقدر ما كان الانتصار سريعا وحاسما، ستكون التحديات أمام الحكومة غاية في الصعوبة. بلا شك أن السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليوم أمامها تحدي كبير، تحدي كبير في تثبيت النصر أو الحفاظ على النصر التي حققته في الأيام القليلة الماضية، أيضا أمامها تحدي في استئناف عمل مؤسسات الحكومة المعطلة منذ أكثر من عام. عام ولا، تلك هي جل الفترة الزمنية التي ساد فيها حكم جماعة أنصار الشريعة بثقتي عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، فترة كانت كافية وفقا للكثير من المراقبين لنشر فكرها ومعتقداتها خصوصا في أوساط الشباب، مستقلة غياب الدولة وانتشار الفقر والبطالة في صفوفهم. ما تراكم خلال العام بالتأكيد هو كثير، خلال الفترة الماضية استطاع تنظيم القاعدة أن يستقطب الكثير من الشباب نتيجة لعملية التجاهل التي للأسف تضاعفت وتراكمت من قبل الجهات المسؤولة. ولعل خير دليل على ذلك أن غالبية ضحايا القصف الجوي الذي طال معسكرات التدريب للقاعدة في حضرموت مؤخرا كانت من فئة الشباب وحديثي السن. مع طغيان نشوة الانتصار على حديث قادته، يبقى التحدي الأكبر هو في الحفاظ عليه وتثبيته على أرض الواقع. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.